ما زلنا بنتكلم عن الكي سكيلز ليست، ال 28 مهاره اللي انا عامل لهم ريكومنديشن ليك علشان تتعلمهم، واللي قلت لك هيبقى لهم امباكت عليك رهيب جدا هتحسه قدام لما تتعلمهم وتبتدي تشتغل عليهم. هنتكلم دلوقتي عن المهاره رقم 17 في الليسته، المبيعات والتسويق. الماركتينج، السيلز، الابسيلينج، هم بصراحه ثلاث مهارات في بعض مش مهاره واحده. هتلاقي في اداره لوحدها عندك في الاوتيل اسمها سيلز اند ماركتينج، مهمتها التسويق والمبيعات، غير ان قسم الاغذيه والمشروبات هو تاني اهم اداره بتحقق ارباح في الاوتيل، والارباح هي الهدف الرئيسي لاي منشاه كانت، فندق بقى، مطعم، كافيه، مصنع، ان شاء الله يا رب حتى لو عربيه فول في الشارع، هو عامل الفيلم ده كله علشان الفلوس. الارباح وتحقيق الارباح اهم حاجه على الاطلاق في المنشاه، وانت من اهم ادوارك تحقيق ارباح، انك تعمل مبيعات كويسه. وعشان كده لازم تاخد فكره عن السيلز والماركتنج والابسيلنج. السوبرفايزر الناجح هو اللي بيحس الفريق اللي معاه على أهمية المبيعات، وبيفكر معاهم ازاي يعمل مبيعات ويحقق أرباح. وطبعا الموظف اللي بيعمل وبيحقق أرباح ويكون راجل بياع بيبقى مميز جدا في مكانه. ازاي نعمل ماركتنج؟ ازاي نعمل سيلز؟ ازاي نعمل أبسيلنج؟ كل الحاجات دي هنتكلم عليها في حلقات منفصلة، لان زي ما قلنا ان دول ثلاث مهارات مش مهارة واحدة، الماركتينج، السيلز، الابسيلينج. هنتكلم على الموضوع ده لوحده، وعشان تعرف ان مؤهل للكلام معاك في الموضوع دوت ويبقى عندك ثقة في كلامي، هيظهر لك دلوقتي على الشاشة شهاداتي في المهارات اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي.